دشن وكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري افتتاح المقر الرئيس لمؤسسة دار الهجرة لكفالة الأيتام والأعمال الخيرية بتمويل من دولة الكويت الشقيقة. المزيد من التفاصيل وتقرير الزميل محمد الجداسي. برعاية محافظ محافظة مأرب الوسط والأردام، افتتح وكيل محافظة عبد الله الباكري ومع مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل حسن الشبواني المكتب الرئيسي لمؤسسة دار الهجرة لكفالة الأيتام والأعمال الإنسانية والخيرية بتمويل من دولة الكويت الشقيقة بدعم رجال الخير وأصحاب الأيادي البيضاء. وكيل محافظة أكد على أهمية التكافل الاجتماعي وترسيخ العمل الخيري والإنساني في أوساط المجتمع. لأن هناك رجال خير وجهات خيرية تدعم مثل هذه الأنشطة، وخصوصا دولة الكويت الشقيقة التي لها بصمات وسبادة في دعم برامج التنمية في الجمهورية اليمنية منذ نزول ثورة 26 في سبتمبر عام 62. مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أشاد بدور منظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدات الإنسانية ورعاية الأيتام وتخفيف معاناة الناس في هذه المرحلة الاستثنائية. يأتي هذا اليوم نفتتح هذه الفرع، هذه المؤسسة التي كما سمعنا من الأخوة القائمين عليها لديها نشاط شهادة اليمن منذ فترات نتيجة للظروف تم انتقالها إلى مأرب. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفق المؤسسة والقائمين عليها القائمين على تنفيذ المشروع الخيري والإنساني. أشادوا بدعم الخيرين في دولة الكويت الشقيقة مؤكدين على أهمية ترسيخ العمل الإنساني في أوساط المجتمع. تم افتتاح لمكتب مؤسسة دار الهجرة لكفالة الأيتام والأعمال الخيرية في محافظة مأرب الذي مر عليه 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات وهو في صنعاء لم نستطع الوصول إليه، وقد نقل هذا المكتب إلى محافظة مأرب. الأعمال الإنسانية تمثل أهم السمات في أوساط المجتمع لترسيخ مبدأ العمل الإنساني والخيري خاصة في هذه الظروف الإستثنائية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.